في قديم الزمان في غابة خضراء حيث خارر المياه العذب وزقزقة العصافير في بداية الربيع الجميل، كانت هناك فتاة جميلة تدعى ستار، وكانت ترتدي رداء أحمر اللون، وكانت ملقبة بصاحبة الرداء الأحمر. كانت محبوبة بين سكان القرية التي تعيش فيها. مرحبا عمي. مرحبا ستار. كيف حالك اليوم؟ بخير والحمد لله، ماذا عنك؟ بخير شكرا. أنا أحلب البقرة مثل ما أفعله كل يوم. مرحبا يا بقرة. مو. هل تفهمين ماذا أقول؟ مو مو مو. كانت تعيش هي وأمها في كوخ صغير. طعامك شهي جدا يا أمي. هذا لك خصيصا يا ابنتي العزيزة. ما أروعك يا أمي. هذا يوم جميل من أجل إيصال السلة إلى جدتك. وكانت أمها مرة على مرة تقوم بإعطائها الكعك وبعض الدواء لتأخذها إلى جدتها التي تسكن وسط الغابة لوحدها، وبالتأكيد كانت تذهب رفقة عمها، لكن هذه المرة عمها كان مشغول بأعماله. لا يمكنني تركك تذهبين لوحدك. لماذا يا أمي؟ لأن عمك مشغول اليوم والغابة مخيفة كثيرا. لا بأس، فأنا أعرف الطريق جيدا، فقد حفظتها. لكن تلك الغابة فيها ذئب شرير كما تعرفين. دائما ما كنت أذهب أنا وعمي، ولم يأتي يوم وخرج لنا فيه ذلك الذئب. ربما قد هاجر لأنني لم أراه أبدا طيلة هذه المدة. بالتأكيد لأنه يخاف من عمك، لأن لديه سلاحه. هيا يا أمي، ثقي في ابنتك، لا شيء يدعو للخوف، وجدتي تحتاج الدواء اليوم، لذلك لا يجب أن تضيعه وإلا سوف تمرض. صحيح، لكن بدون لكن، أنا ابنتك ولا تخافي علي، أنا قوية جدا، فقد كنت في فريق مكون من بعض المشاغبين أقوياء. أي فريق يا ابنتي؟ لا تهتمي لا تهتمي، المهم جهزي للسلة ودعيني أذهب لجدتي. هل أنت متأكدة يا ابنتي؟ كل التأكيد يا أمه. وقامت الأم بتجهيز سلة الكعك والحليب الطازج ودواء الجدة، وكانت جاهزة. وقامت ستار بارتداء الرداء الأحمر الذي حكته لها جدتها الجميلة، وكانت غاية في الجمال. أخذت ستار السلة وخرجت من البيت. كوني حذرة يا ابنتي، وإذا رأيت أي شيء أصرخي واطلب المساعدة. حاضر يا أمي، إلى اللقاء. إلى اللقاء. وانطلقت ستار ومرت بجانب عمها. أنا ذاهبة لوحدي يا عمي عند جدتي. ألا تخاف الذهاب بمفردك؟ لا يوجد كلمة خوف في قاموس ذهني. أصبحت شجاعة ها؟ ألا تخافين من الذئب؟ لا يوجد ذئب ولا أي شيء. أنا جائع، أعطني قليلا من الكعك. أعطيك السم الذي يسممك. واحدة فقط، فأنا ضائع بالجوع. أشرب حليب بقرتك. مو. هيا يا بقرتي لتذهبي معي وترافقيني في طريقي. مو 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 مو. شكرا لك يا بقرتي. ووصلت ستار طريقها نحو الغابة، وكانت الغابة أمامها. كانت مخيفة بعض الشيء. وقفت وبدأت تحدث نفسها. يا إلهي، ما الذي أحضرني إلى هنا؟ المكان يبدو مخيفا كثيرا. القوى سوف تعمل في هذا المكان. يا إلهي، أنا خائفة كثيرا، وذلك الذئب سوف يراني ويشتهيني. سوف أدخل وأتصرف كأنني لست خائفة. ودخلت الغابة المخيفة فبدأت تسمع همسات غريبة. تمشت قليلا فسمعت أصواتا بين الأغصان. خافت قليلا. اقتربت قليلا من ذلك المكان حتى خرج لها أرنب صغير هارم. يا إلهي، لقد أخافني الأحمق. ثم تمشت قليلا حتى تسمع صوتا آخر بين الحشائش. قالت ربما أرنب صغير، فتقدمت نحوه ببطء شديد حتى خرجت لها غزالة. Oh my God. ثم واصلت طريقها في أعماق الغابة وبدأت تقول: لماذا هذه الجدة تركت جميع الأماكن الجميلة وقررت العيش في وسط غابة لوحدها؟ لماذا تركت القرى الجميلة؟ هل تحب التعب هذه أم ماذا؟ يا إلهي. وفي هذه الأثناء بينما هي تفكر، كان هناك شيء مختبئ وراء الأشجار يراقب فيها. كان كبيرا ومخيفا، إنه الذئب. وبينما ستار تتمشى بدأت تسمع كأن شخص يتعقبها، حيث كلما تمشت قليلا تسمع خطوات شخص ما. خافت قليلا حتى تسمع. شعرت بالدهشة فأصبحت تتمشى بسرعة حتى تصل بسرعة، بينما هي محافظة على سرعتها حتى تعثرت بين الأغصان. سقطت على وجهها وسقطت السلة منها، وعندما رفعت رأسها وجدت ذئبا واقفا أمامها، وكان ضخم الجثة. شعرت ستار بالذعر، لم تستطع النطق ولا كلمة. والذئب: أنت وحيدة اليوم. شيء رائع، وجبتان حلوتان، السلة مليئة بالكعك الحلو.
وأنت أمامي ألذ من الكعك. أنا آسفة، وقعت أمامك بالغلط، أرجوك دعني أمر، فأنا لست شريرة. بالتأكيد لست شريرة، أنا الشرير هنا يا مغفلة. دعني أمر أيها الذئب. ولماذا أدعك تمرين؟ أنا ذاهبة إلى جدتي فهي مريضة. جدتك؟ وبدأ الذئب يفكر قائلا في ذهنه، لا يجب علي أن أتسرع، فربما هذا اليوم هو يوم سعدي لأتناول فيه هذه المغفلة والجدة أيضا. واو، يا للشعور بالشبع، شيء لا يوصف. وأين تسكن جدتك؟ نعم، هي في وسط هذه الغابة وهي مريضة مسكينة. يا إلهي، هل هي مريضة؟ يا للجدة المسكينة، أجل عليك زيارتها في أقرب وقت وتقدم لها الدواء. خذي السلة واذهبي إلى الجدة وبلغيها تحياتي. حقا؟ أجل، فأنا لست شريرا، لكن الكل يراني هكذا بسبب الشكل المخيف. كم أنا حزين. لا أحد يحبني. لا تقل هكذا، سنصبح أنا وأنت أصدقاء. حقا؟ بالتأكيد. شكرا لك يا صديقتي الصغيرة، كم أنت رائعة. ونجح الذئب في خداع ستار، وانطلقت ستار إلى جدتها وهي سعيدة لأنها تظن أن الذئب كان صديقا معها وأنه صديقها ولا ينوي أذيتها. المسكينة ستار كم هي لطيفة. وانطلق الذئب بسرعة إلى بيت الجدة، وبالتأكيد وصل قبل ستار، لكنه كان سريع وقوي وضخم. ووصل إلى البيت فطرق الباب. تفضل يا ستار، الباب مفتوح. مرحبا يا جدتي. إنني لا أرى جيدا، من أنت؟ أنا حفيدتك الوحيدة. لا، هي ليست كذلك، هيا أخرج من هنا. سأخرج بعد أن ألتهمك يا جدتي. وتنكر الذئب بزي الجدة وبقي جلسا مكانها حتى لا تتعرف عليه ستار. وبعد مدة وجيزة وصلت ستار إلى بيت الجدة، طرقت الباب. تفضل يا ابنتي. ما بال صوتك خشنا يا جدتي؟ لأنني أشرب الخمر فهو جيد للصحة في هذا العمر. دعيني أشرب معك المرة القادمة، أريد أن أخبطها. حسنا يا ابنتي. لماذا يبدو جسدك كبير يا جدتي؟ لأنني أتمرن رياضة الحديد حتى أكتسب جسما جيدا ورائعا ورشيقا، لأن الرياضة تفيد الجسم لكي أصبح بصحة جيدة. صحيح، أنت رياضية يا جدتي، ولماذا أذنك كبيرتين؟ قمت بتكبيرهما حتى أسمع الأغاني جيدا، خاصة أغنية البنياتا التي ألفها شير كلارنس، إذا كنت تعرفينه فهو مشهور. أنا لا أعرفهم يا جدتي، لكن هذا رائع. ولماذا أنفك كبير جدا يا جدتي؟ ألا تعلمين؟ لا أعلم. ألا تعلمين؟ بالتأكيد لا أعلم. حتى أشمك من البعيد، فقد عرفت أنك قادمة إلي من خلال الشم. حقا؟ أجل، وقد أخبرتني أمي أنك قد خلعت أسنانك، فمن أين أتتك هذه الأسنان الكبيرة؟ صحيح، المفروض أنه ليس لدي أسنان، قمت بتركيبها هكذا لكي أكلك. من أين أتتك هذه القوة؟ اخرس، فأنا لدي فريق قوي. أي فريق أنا أتكلم عن الآن؟ هذه أول مرة يضربني بشري صغير مثلك، سوف أتناولك. أنت سكران أم مسطول؟ شخص مثلك لن يقدر علي. شعاع الليزر. فقامت بشوائه. تخدعني ها؟ ظننتني صدقتك في البداية أيها الأحمق الشرير. هذه القصة قد قرأتها من قبل. قرأتها؟ عن ماذا تتحدثين؟ أنا أتيت إلى هنا من المستقبل عن طريق ريموت قدمه لي شخص أحبه كثيرا، وفي الأخير أرسل نسخة من الريموت إلى ستارفاير من أجل التنقل في العوالم. ما الذي تقولينه؟ يهمك الشعاع الكبير، الأنياب الكبيرة. وقامت ستار بشوائه كقطعة لحم حلوة وأخرجت الجدة. شكرا لك يا ابنتي الحلوة على إنقاذي. لا شكر على واجب، هذا واجبي يا جدتي الجميلة. إذن أعطيني الكعكة وادعيني أذهب. وفرحت ستار بيومها الحافل هذا وقررت العودة إلى مكانها الأصلي، فضغطت الريموت لتنزلق في ذلك الشعاع إلى عالمها، إلى فريقها أبطال تايتنز. أين كنت يا ستار؟ عند ليلى والذئب. النهاية. أتمنى أن هذه القصة قد نالت إعجابكم، شاركوها في كل مكان، في البيت، في المدرسة، في الدكان، أي كان، المهم فجروا زر الاشتراك كالبركان واضغطوا لايك يا إخوان. كان هذا كل شيء لهذا اليوم، كان معكم أخوكم دارك أو عبدو، مع السلامة.